لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ما خاب والله، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عما سامحني وعود للخيمة يا محرقا بالماء قلب سكينتي، إني عزيزتك التي دللتها، أرجوك عود بالقرب لا بالقربة. هذه الصغار من الخيام تراكضت، وإلى الفرات تطلعت بالحسرة، شي يقولوا يا كاشفاً كرب الحسين، هتافها صار الحسين وكربه، صار الحسين وركبه في كربتي. تقدر على هالبيت؟ عما زينب لا أراها زينب، متغيرة ها، عما زينب لا أراها زينب، فسألتها يا
زينب لا أراها زينبا وسألتها حقا أأنت عمتي وحميدة رجفت تخاف من السباع واصفر بالأهوال لون صفيتي عما ما لي غير خيمتك التي فيها أمانك يا أمان عترتي ها جئتها فيها وجدت رقية تبكي فعد برد غليل رقيتي هذا الحسين ما للحسين دنا يهز عمودا أرحلت تترك رحله في محنتي عباس حبا للشهيدة فاطمة وجنينها ولضلعها واللطمة شتريدين منه من عينك المسمار فانزع ناظرا قلب الحسين مثلثا بالنبلة يا أبو فاضل أدرك إمامك شابكا كفاه فوق الرأس ينقل خطوه بالقوة يلا وضيعتي نادتك سيدة الخباء زينب وضيعتي نادتك سيدة الخباء يا فدعا حسين مثلها وضيعتي عباس ركن الدين يمشي راكعا محدود بالله عباس ركن الدين يمشي راكعا وبكمه مسح الدموع بالصرخة شي قل يا ناصري في غربتي يا واحدي في وحدتي يا عدتي في شدتي اسمع يا جوشني إن ابن جوشن يرتقي صدري يا جوشني إن ابن جوشن يرتقي صدري بعيدك يا أخي بل إخوتي عباس عباس للعبرات صرت قتيلها لكن ما عباس وحدك عبرتي وصل الخبر إلى سيدة الخباء زينب وعرفت إن العباس راح وبعد ما يرجع شقالت
يا كافلي وينك ما عودتني على الهجر يا ساكني عيوني يا كافلي وينك ما عودتني على الهجر يا ساكني عيوني حرقة وصواوينك خدري يا ابو فضل وقاع يا خويا شافوني يا الله طاحت نساوينك عباس خبرك بالشمر شمساوي بيمتوني خويا عقوب عينك ضربوني يا خويا وبعد من جف سحبوني زينب سبوها زينب سلبوها يا زينب عذبوها بدروبي اليسور عالناقة خذوها بعد للطاغي سبوها عدوانك ولوها ما يفيد الصبر شقالة اسمعها يلي تحب زينب قالت انا جيت لك يا بعد عمري وحياتي وتعثر قمت من مستحاتي انا جيت لك يا بعد عمري وحياتي وحياتي وتعثر قميت من مستحاتي من وقع أخاف أخاف من وقع توقع عباتي أنا بري أنا حاير بأمري وحاتي من كثر النده يبست لهاتي يا مدللني ومدلل خواتي العمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا زال بحثنا حول علاقتنا بالقرآن وكيفية إنشاء علاقة معه. وصل بنا الحديث إلى بيان مقدمة أوضحت لنا مكانة القرآن ومكانة قارئه، وذكرنا حديثاً عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. هنا لدي استدراكان. الاستدراك الأول: ما المقصود من قرأ؟ من قرأ القرآن هل ينطبق علينا إذا فتحنا القرآن يوم من الأيام بالبيت وقرأنا، أو بالفاتحة رحنا الفواتح وقرأنا، هل ينطبق علينا أننا قرأنا القرآن؟ في هذه الرواية ليس المقصود بالقارئ هو الذي يتلو القرآن، إنما المقصود به من أدمن القراءة، يعني كأن القراءة أصبحت أسلوبا في حياته، هو مدمن لقراءة القرآن الكريم. هذا الذي تنطبق عليه الروايات. الأمر الثاني: كلمة مؤمن. البارحة بين شنو معنى الشاب وعمر الشباب وكيف نستثمر هذا العمر. مؤمن المقصود بالإيمان ها هنا أي متبع لما يقرأ، مطبق لما يعتقد، هذا هو الإنسان الشاب اللي يختلط القرآن بلحمه ودمه. تعرضنا إلى نقطتين مهمتين: القراءة في البيت، آثارها، علاج لكثير من الأمراض الاجتماعية والأمراض الروحية. قلنا أنه من المجربات لدفع الشياطين أن الإنسان يقرأ بصوت عالي في بيته، يقرأ القرآن ولا يعتمد على وضع مسجل أو مثلا جهاز يقرأ القرآن، مجرب ومفيد لحل الخلافات الزوجية قراءة القرآن بصوت عالي وما شابه ذلك، بينا جزء كبير. الأمر الثاني الذي ذكرناه أن القراءة تكون في المصحف، لا تعتمد على جوالك ولا على التابلت اللي عندك ولا كمبيوتر ولا شاشة. ليش؟ لأن أولا بغض النظر عن القراءة والتلاوة والتدبر والتفكر، مجرد النظر إلى القرآن هو شنو؟ هو عبادة، عبادة إلها قيمة، فما بالك إذا استتبعها تلاوة وتدبر وتفكر. راح يعطيك القرآن كل ما عنده من الألطاف والفيوضات. أول أمر عندنا هذه الليلة ما هو؟ الأمر الأول: الاستعاذة قبل قراءة القرآن. الاستعاذة مو تفكرها مسألة من المسائل العابرة التي تمر عليك، إنما هي مضمون روايات جاءت عن أئمتنا عليهم السلام
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الإمام يقول الرجيم هو أخبث الشياطين، هذا اللي يبعدك ويبعد ذهنك عن التأمل والتفكر، فلا بد أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل كيف تستعيذ شو تقول، قال صلوات الله وسلامه عليه تقول أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الرجيم هو أخبث الشياطين. فحتى تستفيد أنت من قراءتك مو القرآن، أنت حتى تستفيد عليك بالاستعاذة قبل كل قراءة حتى تطرد أخبث الشياطين وتقرأ بتمعن. الأمر الثاني، زين احنا في بداية الآن علاقتنا مع القرآن الكريم، شقد نحتاج نقرأ في اليوم حتى نحسب من قراء القرآن؟ هل كل يوم نقرأ جزء، نقرأ جزئين، أو كل يوم نسوي ختمة؟ لو شنو ماذا نصنع؟ الإمام عليه السلام أعطانا جدوله كل على حسب مقدرته. في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام يقول القرآن عهد الله إلى خلقه. إحنا هذا عهد الله إلنا إحنا، زين إذا هذا عهدنا عهد الله إلنا شو نسوي فيه إحنا؟ فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. واجد زين. تعال نعرف شيئين في هاي الرواية. الشيء الأول عهد الله إلى خلقه، هذا العهد اللي هو القرآن فيه نجاتك، فيه دواءك، فيه طريقك الصحيح، هذا واحد. اثنين يقول 50 آية، هل هناك سر في العدد 50؟ لولا 50 ليس بالعدد القليل ولا بالعدد الكثير. هو هذا 50 آية مبدئيا لا راح تأخذ من عندك وقت ولا راح تضيع أشغالك، 50 آية مقدور عليها في كل يوم. هذا للي ما يريد يحترف قراءة القرآن، هذا للي ما يريد يقطع علاقته مع القرآن، يريد يخلي له خط رجعة، يعني هذا الباب مفتوح أنا كل يوم 50 آية أكتفي بها. زين، يقول الإمام عليه السلام سأله رجل من أصحابه قال قلت لأبي عبد الله أقرأ القرآن في ليلة؟ يصير يعني أختم القرآن كله؟ يقول الإمام قال لا، لا يعجبني أن تقرأه في أقل من كم؟ من شهر. تختمه في أقل من شهر يقول ما يعجبني. يعني ليش الإمام يقول له ما يعجبني أن تختمه في أقل من شهر؟ ليش؟ أحسنت، ما يريد مثلنا إحنا نتسابق في شهر رمضان. هذا يقول أنا قريت الليلة جزء، أقول له وين أنا أعظم منك، اليوم أنا قريت جزئين. عمي ما قاعدين نتسابق، احنا نحن نقرأ عهد الله
لخلقه. لذلك التروي، وراح يجينا بعد شوية، وعدم الاستعجال في قراءة القرآن الكريم. الرواية الثالثة عن أبي بصير رضوان الله عليه قال: سألت الإمام الصادق أقرأ القرآن في رمضان في ليلة، هذا يا شهر شهر رمضان، شوفوا الإمام شو يقول، يقول أقرأ في ليلة، قال الإمام لا، في ليلتين، قال الإمام لا، زين في ثلاث، يعني راح يقرأ في كل ليلة كم؟ 10 أجزاء. هم الإمام عليه السلام قال له لا، قال شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، له حق وحرمة أكثر من الصلاة فيه ما استطعت في شهر رمضان. وخلي قراءتك للقرآن قراءة شنو؟ متروية، حتى تحصل، يقولوا حتى تصل وتحصل. القرآن هو شهر دعيتم فيه إلى شنو؟ إلى ضيافة الله. زين، هذه فد التفاتة. زين، اللي بيروح مكة شو يسوي؟ من أهم الأعمال في مكة قراءة القرآن. يقول الإمام الباقر عليه السلام: من ختم القرآن في مكة من جمعة إلى جمعة، يعني ختم في كم؟ في أسبوع. وأقل من ذلك وأكثر، سواء أسبوع أو أكثر، وختمه في يوم جمعة، يعني تصير ختمة القرآن يوم الجمعة، كتب الله له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت إلى آخر جمعة تكون فيها، يعني من قيام الدنيا إلى آخرها الله يحسب لك من هذا. زين، وإن ختمه في سائر الأيام كذلك، نفس الشيء في مكة تختمه في حتى في سائر الأيام لك هذا الثواب أيضا. زين، الأمر الثالث ترتيل القرآن. شنو الترتيل؟ يلا باشوف. ها؟ هذا معنى ما شبه التجويد. زين، ايش رايكم نشوف أمير المؤمنين شو يقول؟ يقول: حينما سئل عن قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال صلوات الله عليه: بينه تبيانا، يعني خلي مخارج حروفك واضحة. زين، مثلا لما تشوف واحد من الأولاد الشبان الله يحفظهم يصلي، زين، إذا كبر وقرأ الفاتحة تقدر تطوفها؟ في كم يقرأها؟ أسرع من سرعة الضوء يقرأ الفاتحة. هذه الفاتحة مو أم الكتاب له، هذه لولا. هل تعلم أن الفاتحة فيها أسرار؟ بس تتأملها أنت بوحدك راح تكتشف أسرار في الفاتحة. هذا لا مرتل، لا ملتفت، لا متأمل، لا شيء. تقول قاعد في سباق، اللي يصلي قبل إلى جائزة. وين قاعد؟ عمود الدين الصلاة، إذا قبلت وإن ردت رد ما سواها. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بينه تبيانا ولا تهذه هذ الشعر تترنم فيه ولا تنثره نثر الرمل.
بسرعة. ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كم سورة نقرأ في ليلة القدر احنا؟ 3، الروم والدخان والعنكبوت. هاي تقرأهم في السنة مرة، عدل ولا؟ لكن التفت للمصلين والقارئ يقرأ القرآن، هو باقي صفحة صفحتين. هذا اللي هم نهاية السورة، هذا ما يستفيد من قراءته، هذا صاحب قراءة مجردة من المحتوى والمضمون. الأمر الرابع، قراءة القرآن بالحزن، أن تقرأ حزينا. ليش تقرأ القرآن بالحزن؟ يقول الإمام الصادق: القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن، لأمرين. الأمر الأول خاص بك أنت، لما تطلع الحزن من قلبك وتقرأ القرآن راح تتفاعل مع الآيات، بالذات اللي فيها وعد ووعيد وتهويل، راح تتفاعل وياها. والأمر الثاني، من يسمعك ويشعر بنبرة الحزن فيك هم راح يتأثر، وهذه ميزة تعطيها إلى القرآن فيميزك عن غيرك. الأمر الأخير قبل أن يدركنا الوقت، القراءة بصوت حسن وليس بألحان أهل الفسوق. للنبي رأي آخر صلى الله عليه وآله، يقول: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسوق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية. اقرأه بما تعارف قراءته بصوت حسن. زين، وإذا نستحي شو نسوي؟ أنت تقول، لكن هذا اللي يخجل يطلع صوته ويقرأ بصوت حزين بصوت رقيق، شو نقول له؟ نقول له: أنت ليش تستحي من أشياء وأشياء ما تستحي منها أبدا؟ تستحي أن الله سبحانه وتعالى يثيبك، تستحي أن القرآن يشفع لك. انظر إلى الفائدة التي تعم عليك. ليش أخجل؟ شو راح يقولوا عني يعني؟ والشباب بين بعضهم وبعض يستهزئون مع بعضهم البعض، يتمازحوا يعني. زين، خليه يمزحوا علي، مش علي من هو، أنا ويا الله والقرآن، يمزحوا خليه يمزحوا، ما عجبهم صوتي ماكو مشكلة، أنت إذا عندك صوت أحسن من عندي تعال اقرأ. فالواحد من يجي يقرأ القرآن لابد أن يتفكر في هذه النقطة. زين، أمر أخير، لا تقرأ القرآن إلا على طهارة. ليش؟ أكو حكم شرعي حتى تقدر تمس كتابة القرآن، على قولتنا شو نسوي؟ نتبع، تمام؟ حتى تقدر تمس كتابة القرآن لابد أن تكون على وضوء، هذا واحد. 2،
أقدس رسالة سماوية نزلت إلى الأرض هو القرآن، فحينما أتعامل مع القرآن كما يريدني الله سبحانه وتعالى وأن أكون على طهارة، هذا من أكمل وجوه التعلق بالقرآن الكريم. وعلى فكرة أن المداومة على البقاء على الطهارة تنير الباطن، تنير الباطن. زين شو نسوي يعني كل مرة نتوضأ؟ شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ أنت مو إذا جعت شو تسوي؟ وإذا عطشت؟ زين هاي روحك، له روحك تشتاق إلى الطعام والشراب الروحي، أعطيها، كن باقيا على الطهارة. التدبر والتفكر في القرآن، يقول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا جيت تقرأ الخمسين آية أو العشر آيات، هذا اللي يريد يطوفك ويريد يختم الختمة أنت ما عليك منه، تعال تدبر. لو تفتهم لك آية في اليوم وتستفيد من هذه الآية أنت ربحت خير الدنيا والآخرة بتأملك. يقول أمير المؤمنين عليه السلام التفكر مفتاح العقل. هذا العقل، لا تقول لي أنا بدرس وبتعلم، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. إذا الله فتح عقلك فتحت لك الأمور كلها بالتدبر والتفكر. أكو عبارة للسيد آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مواهب الرحمن في تفسير القرآن، كلمة رائعة يقول فيها إن الرجوع إلى القرآن والتدبر فيه والتفكير في معانيه والعمل بما ورد فيه توجب رفع الشك واختلاف النفوس وضعف الإيمان. هذا كل التدبر والتفكر يشيله، شو يعطيك؟ وتورث ثبات القلوب واستقامتها والطاعة التامة لله ولرسوله. من وين جت صلب الإيمان؟ نافذ البصيرة، صلابة الإيمان من وين تجي؟ أحسنت، وأرجعك إلى الرواية الأولى، من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن. تتوقع العباس عليه السلام ما قرأ القرآن بحياته؟ لو قرأ القرآن بشكل عابر، لو يتأمل ويتدبر حتى يشهد في حقه إمام معصوم مفترض الطاعة، يقول عنه رحم الله عمي العباس لقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. هذا الرجل عجيب بكل المقاييس. شلون؟ تقرأ أنت في زيارته لقد نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. الحسن شلون؟ 10 سنوات من سنة 40 إلى سنة 50 العباس كان ملازما للإمام الحسن كظله، وكان يسمى بوجه الشيعة في ذلك الوقت، كان واجهة لإمامة الإمام الحسن، وكانت الأموال تخرج من بيت الإمام الحسن إلى الفقراء عن طريق كفه الندية، كف أبي الفضل العباس عليه السلام.
وكان مع الإمام الحسين عليه السلام في تجهيز الإمام الحسن. لا يلي أمر المعصوم يوم دخل ابن عباس يريد يغسل يشارك في تغسيل النبي، قال له الإمام علي أغمض عينيك لأن أنت ما تقدر تنظر إلى جسد المعصوم، أو اطلع. فعلا ربط عينه وساعد أمير المؤمنين في غسل رسول الله. العباس يشارك الإمام الحسين عليه السلام في غسل الإمام الحسن ولا يضع عليه شيء. منه هذا يا مكان اللي واصل إلها. ولما رشقت جنازة الإمام الحسن بسبعين سهما طلع العباس بوحده ووقف للإمام الحسين، وإلا كان مزقهم تمزيقا واحد. كم كان عمر ذاك الوقت؟ حدود 27 سنة. قال له هذه وصية أخي الحسن ألا نهرق من أمره ملء محجمة دما. وصار ويا الإمام الحسين 10 سنوات من سنة 50 إلى بداية 61. كان واجهة الإمامة مع الإمام الحسين عليه السلام. زين، يوم إجت كربلاء كسر الحصار مرتين. عباس عليه السلام كسر حصار بني أمية على الماء مرتين. المرة الأولى يوم السابع قال لهم تريدون الماء؟ قالوا إيه. ذولا عطاشة وحمل على القوم وزاحل على المشرع وجاب الماء. آخر قطرة ماء وصلت إلى خيام الحسين يوم السابع. الثاني متى؟ كسر حصار بني أمية، جيش يزيد كل هذا الجبار الجرار، لكن للأسف ما رجع أبو فاضل. يقول للإمام الحسين أنت كبش كتيبتي، أنت عمود خيمتي، إذا قتلت يؤول مخيمنا إلى الدمار ومعسكرنا إلى الشتات. يقول أرجع إلى الخيمة، ما أقدر. هو قاعد على باب الخيمة وإذا يشوف امرأة وقور، ها؟ لا تخرم مشيتها مشية أمها الزهراء، حاملة طفل على كتفها، وهذا الطفل دالع رقبته على كتفها، ودلع لسانه من الظما. خلى إيده على قائم سيفه، راحت بالطفيل تبكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبيرق لما وصلت وقفت ورا تهل دموع والونات تخفيه. وويلا سمعها وصاح والسيف بيمين يلو جنها الواقفة زينب دوين
قالت لنا عايام زينب يا بعد إلي حاجة وريد اليوم تقضي وويلاه. قال لها يا زينب وابتهج قلبه يا زينب هاي هالطلبة ما هي صعب ولو فوق الشريعة القام من صبا لخل الساعة هالراية ترف بي وياي وياي. صاحت والدميع بخدودها ساف يا حاوي علوم المكنون والخا انا ادري بك شيال العلم وافي ترى اطفالك يا خويا العطش ويلي وحقمنا البتول يا مكاس ولا فاق الشريعة مئة ألف لخليه أجنايز تظل فوه هي ولاطفالك لجيب الماي واس. قال لا أخي قري عينا جاء إلى أخي الحسين عليه السلام يا حسين رخصني أنا لها اليوم مذخور والله بالمطهام لدوس خدود وصدور تدري بحد تربة وتدري اليوم عاشور وبالغضرية لنا مرة من قاصدين. قال له الحسين أخي يا أبا الفاضل إذا كان ولا بد فاطلب قليلا من الماء إلى هذه العطاشة. أخذ العباس قربته نظر إلى الحسين والحسين ينظر إليه سالت دموعهما بحرقة وادع العباس ويا حسين موادع غالي راحي فارق الغالي صبروا ما بجوا بس قبل لا يمشون واحد حسب الاخر دمعت تلالي اجا حسين وفتح درعان للعباس قلب غيره كانت خيلت حالي انا عطشان صح بس ما شغلني الماي لكن لو فقدتك ينشغل بالي. صعد على ظهر جواده وانحدر نحو المشرعة يكبر ويزمجير حتى أزاح من عليها نزل إلى المشرعة وخاض الماء برجليه كأنه يقول أنا ملكت الماء خاضي الماء بس هيا الزبر ترس شفا يراوي وين الشيعة الموالين تذكر لن ذب الماي من شفا وتحس
يا نفس من بعد الحسين هوني وبعد أولى كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، ملأ القربة وضع على كتفه صعد على صعوة جواده واتجأ نحو الخيام صاح ابن سعد ويحكم لئن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم ما نصنع، قال اقطعوا عليه الطريق، زحفت عليه الصفوف احتوشته الألوف، يا الله استكت الأسنة خفقت الألوية، قلب ميمنتهم ميسرة والميسرة ميمنة، حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصار ما بدار إلى جال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة يتبختر مكيف ملاق الموت، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، قاتلهم قتال من عاف الحياة وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطهر أفدي وقا حتى أوارى في المصالي تلقى، يا الله بينما هو يقاتل كمن له لعين من خلفه رافعا سيفه ضرب العباس على يمينه، أيها عباسا والله انقطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، أخذ السيف بشماله قاتلهم قتال من عاف الحياة، فبينما هو يقاتل كمن له لعين آخر ضربه على شماله، يا الله أخذ اللواء بعضده والقربة بأسنانه توجه نحو الخيام، فجاءته السهام كرش المطار، سهم وقع في محجر عينه وسهم في حنكه وسهم في نحره وسهم في صدره، كان همه القربة، فبينما هو كذلك وإذا بسهم وقع في القربة فأريق ماؤها فأوقف جواده وانحنى على قربوس فرسه وضع سهم عينيه بين ركبته على هيئة الراكع، كمن له حكيم ابن الطفيل بيده عمد من حديد رفعه إلى أعلاه ضرب العباس على رأسه، صار يتمايل على ظهر الجواد كيف يقع على الأرض ولا يدين ولا كفين، سقط على حر وجهه فنشب السهم في عينه فنادى أدركني يا حسين، يقول لحسين يا أخويا طحت من المهور، حسين يا أخويا طحت من المهور، شاب عيوني على دربك وانتظر، أريدك تتخيل حال الحسين، من سماع صوته
أبو اليمة دوا بعد ما يقدر يشم حتى الهوى. قعد عند عضيده وبيلتو يقل له تقعيد يمن وجهك جلبدير. آمن وصل يمس الوتى وشاف السهايم والجفوف مقطعة بصف العلم. لزم ظهره وصاح يا سور الهدايم جنت سوري وجنت ناطور الخدر. تقدر يقل زينب اختك ظلت بلا يا امان, زينب اختك ظلت بلا يا امان, وانا حاطتني العدا من كل مكان. وين اخوتك والوفاء وين الحنان؟ شلون تقطع يا شئم عشرة عمر؟ بعد بعد يقول عفت سكنة, عفت سكنة تعاج خوها بالمهى. شو تقول له؟ عفت سكنة تعاج خوها بالمهى. تقول له يا عبد الله لا تبكي بعد, عمك العباس ما يخلف وعد, هسه يلف بقربة اخويا بتشوف. يقول له حرمة اختيك لكن ما بيها حيل, سكت الايتام وتبار العليل. ساعة تقعد ساعة دمعتها تزيل, وهي جانيها بالريح اليمر. يقل لأخويا قوم وياي يا راعي الوفاء, بيدي وبيدك دمعها النشفة. زينب اختك ذي الأبد ما شايفة, شجاب زينب عالهزل ويا اليسر. وين زينب وين هاي الأمور؟ ناديت خويا من تلي جبتني, وبيدك يا خويا ركبتني. خويا لا تقول ما عندك مروه, ولا تقول ضيعت الأخوة, ترى مخوذة يا حسين قوة شوف العدو بي السوى. بدون كافي راح الكافي. تقول له تقول له تقول له الإمام الحسين, تقول له يا حسين جيب النعش خلنا نشيل جسمه. قالها يا زينب مختلط مخه بدمه, الأوصال متقطعة ولا يمكن نلمه, وخله يجي وياه يا زينب للإخيائهم. زين شو تريدين؟ قالت أبا عمل لدوا وباداوي جروحا, وباروح باشوفا قبل ما تروح روحا. نادى عليها حسين ودموعه سفوحا, دواكم ما ينفع بالأخد قضت الأيام. لو كان ينفع لدواء والله لداوي, شلون الدواء ينفع ومقطوعه.
باكر يركبون جهزين وتمري عليه وعنده علم عنكم يودوكم الى الشام. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، اقض حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين، عجل اللهم لوليك الفرج والنصر والعافية، المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع، نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.